سالو انا معاد احبوش مرحبا بكم الخوت ندويو اليوم على انتيغون القصه الثانيه او الكتاب الثاني اللي كتقراو في اولى باك. المصدر ديال هذه القصه هذه او هذا الكتاب هذا كانت مسرحيه فجون انوي الله يجازيه بخير جاء وشاف هذه القصه تشبع بها وردها كتاب. القصه تراجيديا، قصه حزينه ديال واحد العائله ديال في واحد الدوله. اوكي نبداو القصه. القصة باش تفهموها ما غنبداهاش كيف ما مبديه هي في الكتاب، غنبدا باش تفهموا كل حاجة كيف ما كاينه. المهم أنتيغون واحد البنت باها كان هو الحاكم ديال واحد الدولة، باها مات يعني أتجيه الموت وغيموت، خلى الحكم لجوج ديال ولادو، عام يحكم فيه خوه الأول وعام يحكم فيه خوه الثاني اللي هو بولينيس. العام الاول حكم خو بولينيس يعني الاخ ديال بولينيس. العام الاول فاش حكم خو بولينيس، بولينيس غتجي الغيره يعني غينوض صداع، غينوض ما بين هاد الخوت هادو على الحكم. بولينيس غيتامر على خوه باش يقتلو وفي الاخر غيموتوا بجوج. غيجي من هنا خالهم يلقاها وجيبه حاضره، غادي يستغل الفرصه وغيعين راسو حاكم لديك الدوله، فغيستولى على الحكم، غيستولى على كل شيء، كاع السلطات ديال الدوله. بولينيس ما غيدفنوش، غيخليه كجثة مرميه حتى واحد ما يديها فيها حتى تولي ريحتها خايبه. اما خوه الاخر اللي كان شد الحكم غادي يدفنو واحد دفنه نقيه زوينه ويتهلا فيه ويزين صورته للشعب ديال ديك الدوله. ف بولينيس خو أنتيغون الثاني خلاه هاد كرايون الخال ديال أنتيغون اللي جا استولى على الحكم، خلاه كجثة يعني ما مدفوناش باش الناس يشموا ريحتها ويعرفوا اللي خان شنو كيكون المصير ديالو. فإلا خانوا الحاكم اللي هو كخيون خال أنتيغون وخال بولينيس، شنو غيكون المصير ديالهم من بعد هاد الخيانة؟ فهاد الشيء علاش خلاه جثة بحال هكاك. هادي كانت كمقدمة باش تفهموا الفيلم كيف داير. فأنتيغون جوج خوتها ماتوا، واحد تدفن ومات يعني موتة زوينة، يعني تدفن واحد الدفين اللي زوين والناس خداو عليه صورة زوينة، ولكن خوها بولينيس الاخر يعني بقات جثة ديالو مرمية. أنتيغون خوها بولينيس بغات تدفنو، جاتها الحرقة عليه. فواحد النهار فاقت لانوغيس، لانوغيس هي الخدامة ديال أنتيغون، فاقت بالليل وشافت أنتيغون داخلة بلا حس، هزة الصباط ديالها وكتمشى على الصبع ديال رجليها باش ما ديرش الحس. سولتها قالت لها فين كنتي؟ قالت لها أنتيغون راني خرجت نشم الهواء في القريه وندور ونسرح رجلاتي ونرجع. ف لانوغيس بدات لونكيت، بدات كتسولها على كيفاش خرجتي، لا ما يمكنش يكون هذا الوقت هذا كامل كنتي كتدوري فيه وتشمي الهواء وزيدون مشيت للفراش ديالك لقيتو بارد، دونك الليل كامل كنتي خارجه، مع من كنتي، فين مشيتي؟ أنتيغون دابا هنايا غتحصل وغتقول ليها كان عندي رونديفو. لا نوغيس الخدامه قالت ليها انت مخطوبه، كيفاش زعما هاد الرونديفو مع من؟ انت مخطوبه من ايمون، ايمون هو ولد كرايون الحاكم اللي جا استولى على ديك استولى على الحكم ولا هو الحاكم ديال ديك الدوله، ولد خال أنتيغون. فكما كنعرفوا كرايون دابا هو خال أنتيغون، ولده يعني هو الخطيب ديال أنتيغون اللي سميتو إيمون. أنتيغون كانت كتقصد أنها مشات تدفن خوها، ماشي شي رونديفو مع شي واحد تمشي تهضر معاه ولا شي حاجة، فهي كانت كتقصد بولينيس أنها مشات تدفنو. فبالزربة نكرات باش ما تعيقش بها لانوغيس، فنكرات باللي كان عندها رونديفو، قالت ليها لا ما يمكنش، ما يمكنش أنني ندير رونديفو، أنا راه كنبغي إيمون وما يمكن ليش نخون إيمون. فقالت ليها سيري جيبي لي ما ناكل، جيبي لي القهوه وشي حاجه ناكلها. هذا الشيء قالته أنتيغون للخدامه باش تنسيها في هذا الموضوع هذا. غتمشي لانوغيس الخدامه ديال أنتيغون، غتمشي وغتدخل إسمان. شكون هي إسمان؟ إسمان هي الاخت ديال أنتيغون. فدخلات قالت ليها حتى انا ما جانيش النعاس وفقت بكري، ما قديتش نصبر وبقيت هي كنفكر،
أنتيغون كانت قالت من قبل أختها إسمان، هاد إسمان هذه اللي دخلت عليها، قالت لي هو خا نمشيو ندفنوا خونا بولينيس، راه بقى بحال هكا كل جوج تمرميه شنو غنديروا، راه خونا هذاك. إسمان رفضات، قالت ليها الا حصلونا راه غنمشيو فيها، خالناك خيو راه ما غاديش يتفك معنا حتى يقتلنا، حيت هذا الشيء راه كيشوه بالسمعه ديالو والناس ديال ديك الدوله ما غيبقاوش يحترموه. ولكن أنتيغون بقات مصره باش تدفن خوها بولينيس. كخيون كان عطى الامر باش حتى واحد ما يقرب لبولينيس، يعني قال لهم خليه هكاك حتى يخناز ويكون عبره لاي واحد غيفكر يعني يدير شي حاجه بحال هكا انه يخون الحاكم اللي هو كخيون. فدابا اسمان كتحاول انها تقنع اختها أنتيغون باش تخلى على هذه الفكره الحمقه شويه انها تدفن خوها بولينيس، الحاجه اللي ما باغيهاش خالها اللي هو الحاكم ديال ديك الدوله. أنتيغون اللي فراسها فراسها غتقول لاختها، غتطلب من اختها اسمان انها تمشي تنعس، قالت لها صافي غير سيري نعسي انا راه اللي فراسي غنديرو. هنا غتمشي اختها وغتدخل للخدامه لا نوغيس. دخلت الخدامه جايبه ليها القهوه والكيكات، جابتهم ليها باش تفطر زعما. أنتيغون مع شافت خوها ولات يعني كتشوفو باش تدفنو خوها بولينيس اللي ميت، عرفتي بحال فيها بوصفير. فسولاتها لا نوغيس قالت ليها مالكي ياك ما مريضه، شفتك وجهك مبدل بزاف، ياك ما وقعت شي حاجه ولا عندك شي حاجه. أنتيغون قالت ليها لا ما كاين والو، شوفي الكلبه ديالي سميتها دوس، مهم دوس هي الكلبه ديال أنتيغون، قالت ليها تهلاي فيها وكليها وشربيها ديريها بحال لا شي وحده عزيزه عليك. بحال هنايا أنتيغون كتودع لا نوغيس، فقالت ليها دوس الكلبه ديالي عزيزه عليا، عندك تنسيها وما تهلايش فيها. لا نوغيس الخدامه غتخرج دابا، سالت الهضره مع أنتيغون. غيدخل دابا شكون؟ الخطيب ديال أنتيغون ايمون ولد خالها والخطيب ديالها في نفس الوقت. فطلبت منه السماحه حيت أنتيغون نهار قبل كانوا تخاصموا، يعني ايمون أنتيغون كانوا تخاصموا، واعترفت ليه باللي هي اللي غلطات. قالت ليه الا كنتي كتبغيني بالصح سمعني حتى الاخر وخرج وسد الباب. قال ليها واخا انا موافق. قالت ليه عارفك كتبغيني، خليتي البنات الزوينات في ديك الحفله اللي كانوا كيشطحوا جيتي عندي، انا كنت غير جالسه وطلبتي مني الزواج، وكنت كنشوف باللي غادي نعيشوا حياه زوينه، غنعيشوا واحد الحياه اللي تكون زوينه مع بعضنا ونديروا الاولاد. ولكن البارح مكييت وتزينت ليك ودرت الريحه زوينه ولبست زوين، وفي الاخر درتي ديك ردات الفعل في شكل شفتيني وانت تفاجئ بحال الا تبدلت عليك ولا تسيفت، من الاحسن نتفارقوا. أنتيغون بطبيعه الحال هنايا غير دارت هذه الحيله هذه باش يعني هي راه عارفه راسها الا دفنات خوها بولينيس غادي يعيقوا بها وغادي تعدم، داكشي علاش دارت هذه الحيله باش تخلي ولد خالها اللي هو الخطيب ديالها يتفارق معاها وينساها وصافي، يعني تسالي القضيه وما يفكرش فيها من بعد. خرج ايمون، دخلات اسمين اللي هي اختها، دخلات وقالت ليها عاوتاني نفس الموضوع، لاش باغا تفارقي؟ لاش باغا تفارقي مع ايمون؟ ياك ما داير لك شي حاجه، لاش دايره اصلا هاد الخصايل هادي كامله؟ عندك يترمي راسك للعافيه اختي وتعدمي وتجيبيها غير فراسك. أنتيغون ديجا في ديك الليله بدات كتدفن خوها، بدات كترمي عليه شويه ديال التراب. اندوزو دابا للزاويه ديال كخيون. شنو وقع؟ كخيون خال أنتيغون الحاكم ديال البلاد جا عنده واحد الغارديان الحارس اللي كان حاضي داك بولينيس خو أنتيغون، غيقول ليه انا راه غلط ولكن ماشي ذنبي، غير جات فيا الصدفه والله ما عرفت كيفاش، ما فهمتش انا هادشي منين طاح عليا، انا راه غير جاتني هذه صدفه ما فهمت والو. يعني بدا تيخور عليه تيقول شي هضره في شكل. كخيون قال ليه وما فهمت والو، وقول لي يا صاحبي شنو كاين، غير قول غير قول شنو كاين. واخا هكاك الحارس بقى تيدخل ويخرج في الهضره كيويل، والله ما قصدت غير جات في نوبتي، والله ما قصدت والله ما قصدت. حتى دازت واحد شويه ويقول لي نيت داكشي اللي كاين، قال لي راه بولينيس شي واحد رمى عليه شويه ديال التراب. خيون قال لي قد يكون شي كلب ولا شي حيوان هو اللي رمى عليه، يعني هو اللي يكون جر التراب برجليه ورمى عليه. الحارس
قال لي الحارس لا نعمس هذا راه شي واحد اللي رمى عليه التراب راه لقينا واحد البلا صغير حدا بولينيس وهذا دليل قاطع ان شي دري صغير اللي رمى عليه التراب فهما ما كانوش عارفين باللي راه اونتيغون اللي دارتها خيون دابا غيتوتر يدخلوا شويه ديال الصهد وبدا يعني كيهدئ الامور قال لهم الا بغيتو الا بغيتي انت الحراس صحابك اللي كانوا كيحضيو معاك تمشيو بعضامكم صحاح ما تعدموا ما والو فعندك يوصل هاد الخبر هادي ما بغيتوش يوصل لشي واحد في الشعب ما بغيتش يوصل هاد الخبر هادي تشيع يعني تنتشر في البلاد وقال لهم عندك شي واحد يجي في النوبة ديالكم لا يمشي يعرف باللي راه بولينيس تلاح عليه شوية ديال التراب وهاد الشيء راه شي واحد اللي كيحاول انه يدفن بولينيس وانا راه عطيت الاوردر باش حتى واحد ما يقرب البولينيس وباش يعرفوني راني شديد يعني حتى واحد ما كيتحدى الاوامر ديالي خيو هنايا كيأكد عليهم قال لهم نتوما ما تخليو حتى شي واحد يشد العصا موراكم اوكي قالوا ليه حاضر نعمس دازت واحد النهار الحراس شدو شكون كيرمي التراب على بولينيس شدو أنتيغون جايبينها الحاكم اللي هو كخيون جايبينها لخالها ويدها مسكينة مسخة بالتراب دوك الحراس غايقولوا ما شديناهاش في الليل ولكن رجعت في النهار وفي الضوء وما زال كدفن هادي أشباغة وخشفناها ما حاولت لا تهرب ما حاولت تمشي تشي بلاصة بل بدات كتزرب الدفن خوها بولينيس الحراس كيعاودوا فرحانين بهاد الحاجة بحال داروا شي إنجاز تاريخي فهنايا غنكونوا سالينا هاد الجزء الأول غنكمل لكم الجزء الثاني وربما يكون الجزء الثالث باش نفهموا هاد القصة هادي اللي زوينة بزاف وخايا تراجيديا واحد شوية حزينة شكرا بزاف على الاستماع ديالكم كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الجزء إلى اللقاء.